Mr. Linger, is Hitler really dead? He is dead, yes. And how did he kill himself, Mr. Linger? He shot himself and Eva Braun took poison. كتير من أقصى الشمال لأقصى الجنوب اتكلمت في موضوع انتحار هتلر أو هروب. فقلت اجي بقى ادردش معاكم في الموضوع ده واتكلم معاكم وادلي بدلوي، يعني هي ما جاتش عليا. بس قبل ما نتكلم في الموضوع تعالوا نشوف الخبر ده. الزعيم النازي لألمانيا هتلر لم ينتحر كما هو معروف عنه، ولكنه تمكن من الهرب والعيش في كولومبيا. والحديث على ذمة وثيقة جديدة كشفت عنها المخابرات الأمريكية. حلقتنا النهارده عن اللغز الكبير، يا ترى هتلر انتحر ولا قدر يهرب؟ تعالوا نتكلم عن شوية معلومات عن هتلر. وهتلر اتولد سنة 1889 لأب اسمه ألويس وأم اسمها كلارا. والحقيقة ان هو عاش طفولة صعبة وفقيرة جدا، وكان أبوه راجل صعب وعنيف وكان كتير جدا بيضربه هو وأمه. والحقيقة ان هتلر ساب التعليم اللي كان متعسر فيه وما كانش بيحبه، لأنه كان شخص متمرد، لأنه كان عاوز يبقى رسام، ووالده كان بيصر ان هو يبقى موظف في الجمارك زيه. ولما هتلر راح اتقدم لأكاديمية الفنون الجميلة بفيينا اترفض أكتر من مرة لأنهم اعتبروه شخص دون المستوى، ما بيعرفش يرسم يعني. والغريب ان هتلر ما اداش الخدمة العسكرية لانهم اعتبروه شخص غير لائق عسكريا، وبالتالي استبعدوه من الجيش في الفترة دي. وعلى فكرة هتلر عاش فترة من حياته في مأوى للمشردين بعد ما امه ماتت وفلوسه خلصت وما كانش ليه مكان يعيش فيه. نيجي بقى للسؤال اللي بيتسأل دايما، ليه هتلر بيكره اليهود او كده وعمل فيهم المجازر دي؟ والحقيقة ان هتلر جاوب على السؤال ده في كتابه كفاحي، لما اعتبر ان اليهود هم السبب في خسارة المانيا للحرب العالمية الاولى وفي انهيارها. لكن في بعض الناس بتقول ان السبب الحقيقي هو وفاة امه اللي كان متعلق بيها جدا، على ايد دكتور يهودي اداها علاج تجريبي لمرض السرطان، وان الدواء ده زود اوجاعها بدل ما يعالجها، وفي النهاية اتوفت. وان كانت يعني المعلومة دي مش مؤكدة قوي. ونيجي بقى للحرب العالمية الاولى، ودي كانت نقطة تحول في حياة هتلر اللي انضم للجيش في الوقت ده. وبفضل ان هو كان شخص متكلم وكان شخص صاحب خطب حماسية، قدر بسرعة كبيرة ان هو يزود نفوذه جوه الجيش، وفترة بسيطة جدا اصبح زعيم الحزب النازي وبعدين زعيم البلاد كلها. ورغم ان المانيا خسرت الحرب، لكن هتلر استفاد جدا من الحرب العالمية الاولى، خصوصا ان هو كان من المعارضين جدا للاتفاقيات والعقوبات اللي اتوقعت على المانيا بعد الحرب العالمية الاولى بخصوص التعويضات وخلافه، وده اللي اكسبه شعبية كبيرة جدا جوه الجيش وسط الشعب عموما. نيجي بقى لموضوع حلقتنا، يا ترى هتلر انتحر ولا هل؟ بصوا، هو في روايات كتيره للي حصل في القبو المصفح اسفل دار المستشاريه في برلين سنه 1945، وده المكان اللي هتلر قضى فيه ايامه الاخيره. والروايه الاولى بتقول ان في 22 ابريل 1945 كان هتلر خلاص اقتنع بفكره الهزيمه وانه خلاص خسر الحرب، لكنه في نفس الوقت كان رافض جدا فكره التفاوض مع السوفييت اللي هم العدو او الفرار. وفضل هتلر في القبو بتاعه مع حبيبته ايفا براون ووزير اعلامه ومجموعه من الجنود والموظفين. وفي 28 ابريل قرر هتلر انه ينتحر، بس كان في حاجه مهمه جدا لازم يعملها، وهو انه يتجوز. ايوه يتجوز، واتجوز من ايفا براون حبيبته اللي كان منهم قصه حب طويله جدا وبقالها سنين، واتجوز فعلا الاثنين في 28 ابريل 1945، وعاشوا مع بعض كازواج لمده 40 ساعه فقط. وفي 30 ابريل انتحر الاثنين بعد ما خلاص كانت القوات السوفيتيه يعني على بعد امتار من دار المستشاريه. جميع اللي كانوا مع هتلر في القبو اتفقوا بعدين في التحقيقات اللي حصلت معاهم في الاتحاد السوفيتي ان هتلر انتحر هو وزوجته، لكن هي اقوالهم اتناقضت شويه. فبعضهم قال ان هتلر يعني اخذ كبسوله السيانايت وبعدين ضرب النار على نفسه عن طريق الفم. البعض التاني قال ان هو اخذ كبسوله السيانايت وبعدين ضرب النار على نفسه عن طريق الراس، واتفقوا ان ايفا براون اخذت كبسوله السيانايت فقط. في حين بقى ان المعاون الشخصي اللي هو بتاع هتلر قال ان هو كان قريب من المكتب وما سمعش اي صوت لضرب نار، وان هتلر وصاه شخصيا بحرق جثته عشان الروس ما يمثلوش بيها لو وقعت في ايديهم، وانه فعلا بعد ما هتلر انتحر لف الجثه بتاع هتلر وزوجته في سجاده ودفنها في حفره في الحديقه الخلفيه لدار المستشاريه وحرق جثتين. وعلى حسب روايته ان هو اثناء حرق الجثتين سقطت قذيفه روسيه على الجثتين ودمرتهم تماما وحولتهم لاشلاء وما تبقاش منهم اي حاجه. والغريب ان الروس قالوا ان هم لقوا جثه هتلر وايفا، وانهم قدروا يتعرفوا على جثه هتلر عن طريق عظام الفك والاسنان، واحتفظوا بجزء من جمجمه وعظام الفك والاسنان وحرقوا الباقي. وفي سنه 2009 يصحى العالم كله على مفاجاه رهيبه،
بعد ما قام مجموعة من العلماء الأمريكان بدراسة جزء الجمجمة المحفوظ عند روسيا، واكتشفوا إن الجزء أو الجمجمة دي بترجع لأنثى مش راجل. طبعا روسيا اتجننت وشككت في التقرير وقالت ان التقرير مش دقيق والكلام ده كله. لكن لو كان التقرير دقيق ومظبوط تبقى جثة مين دي؟ طيب فين جثة هتلر؟ طب يا ترى الجثة دي جثة ايه؟ بس الموظفين اللي كانوا موجودين في القبو وقت انتحار هتلر وزوجته قالوا ان ايفا انتحرت بسم السيانايد فقط، لكن الجمجمة دي كان فيها اثر لطلق ناري. وده بقى اللي بيودينا على طول للرواية التانية. في كاتب اسباني اسمه اريك فراتاني كان ذكر في كتابه اللي اسمه هل فعلا مات هتلر في القبو ان هتلر قبل ما تسقط برلين بحاجة بسيطة ارسل نداء عاجل لجميع الطيارين او لافضل الطيارين في سلاح الجو الالماني، ومن ضمن الطيارين دول كان واحدة اسمها هانا رايتش. وهانا رايتش كان واحدة من افضل الطيارات في سلاح الجو الالماني، وان هي بعد ما وصلت المانيا على طول اخذوها لمقابلة هتلر. وهنا بقى القصة بقى اكثر غموض على حسب تصريحات هانا نفسها. هانا صرحت بعد الحرب في تصريحات للاتحاد السوفيتي ان هتلر انتحر هو وزوجته في القبو، وكانت مصممة جدا على ده. لكن بعد سنين طويلة رجعت وصرحت وقالت تصريحات بالحرف الواحد، قالت انها ربما لم يكن بامكانها نقل هتلر لمخبأ ابعد، وان في ناس مستنية منها معلومات اضافية لكنها تفضل التزام الصمت. طبعا دي تصريحات غريبة وعجيبة جدا. وعلى حسب الكاتب الاسباني اريك فراتاني في تحقيقات خاصة ان هانا رايتش وصلت هتلر او نقلت هتلر وزوجته لمدينة ماغديبورغ، يعني هتلر قدروا انه يهرب وان اللي قادت الطيارة هي الطيارة هانا رايتش، ووصلتهم لمدينة ماغديبورغ ودي مدينة في اقصى غرب برلين. ومن هناك اخذهم طيار الماني تاني، طيار خبرة اسمه اريش بومجارد، ونقل هتلر وزوجته لاسبانيا كمحطة مؤقتة في رحلة هروبه لأمريكا اللاتينية، وبعدين سافر للأرجنتين وعاش هناك متخفي وتحديدا في منطقة جبال الإنديز، وبعدين انقطع أخباره أو هي دي نهاية الرواية ومحدش يعرف عنه حاجة تانية بعد الفترة دي. ونيجي بقى للرواية العجيبة والغريبة وهي الرواية الثالثة، واللي بتقول إن هتلر قدر يهرب هو وزوجته ومجموعة من الجنود والعلماء عن طريق البحر بعد ما القوات السوفيتية أحكمت الحصار برا وجوا، فما تبقاش غير طريق البحر، وانه هرب بس ما راحش الامريكا اللاتينية، لا هو اتجه لمملكة متطورة جدا اسمها مملكة اجارسا، والمملكة دي موجودة في جوف الارض في القطب الجنوب. وان هتلر كان مؤمن جدا بفكرة وجود عالم متطور بعد اراضي القطب الجنوبي، وده اللي خلاه يبعت علماء ويعمل قواعد عسكرية هناك، وان العلماء دول قدروا انهم يكتشفوا مدخل مدينة اجارسا، وهناك لقوا مية واشجار وغابات ومدن متطورة جدا يعيش فيها ملايين الأشخاص. كل ده على حسب خرائط ووثائق اختفت فجأة من الأرشيف الألماني. ولحد هنا ممكن نعتبرها قصة خيالية، لحد ما ظهر الأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد، واللي قال في تصريحات إن هو خلال رحلة ليه لأراضي بعد القطب الجنوبي اكتشف أراضي خضراء ما وصلهاش بشر قبل كده، وإنه شاف قواعد عسكرية كبيرة جدا ومتطورة، وإنه واجه طيارات سريعة جدا تشبه الصحون الطايرة، واللي قدروا انهم يصيبوه وقع اسير عند سكان القطب الجنوبي. لكن بعضين اطلقوا سراحه بعد ما بلغوه رسالة يوصلها لامريكا والعالم ان محدش يقرب من المنطقة دي مرة تانية وإلا مش هيحصل طيب. الغريب بقى هو اهتمام الدول الكبرى كلها الفترة دي او من فترة مش بسيطة يعني بالقطب الجنوبي، وبيبعتوا علماء وقواعد وابحاث، بيعملوا ايه بالظبط الله اعلم. بس يا سيدي دي كانت ابرز الاساطير والروايات اللي اتقالت عن حقيقة موت هتلر. ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واشوفكم على خير في حلقة جديدة.